الوزراء لا ينالون الثقة من البرلمان كفرضاء، الحكومة ورئيس الحكومة هو الذي ينال الثقة. نسات شوية الكراطات، نسات شوية اسمح لي الكراطة، اسمح لي الكراطة إلا بغيتو نعودو لها الأزبال لا السرية ديال المجالس والمداولات ما هيش دائما يعني مصونة. أنا أتأسف لهذا. عاد جا من ليسي وعنده نفوذه. اسمح لي، هذاك السيد راه كان في الفارق ديال الحركة الشعبية، هذا ما يقوله السي حداد وغيره خطير. أتحدى أي مغربي الآن يقول لي أن الكراطة هي مسألة المغرب.